صباح الخير على كل أوفياء الإذاعة القريبة منكم ميد غاديو. أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة اليوم من برنامجكم صحة وسلامة. واليوم الموضوع ديالنا من خلال البرنامج غادي يكون على الحروق اللي كتكون ناتجة على التعرض المفرط لأشعة الشمس. فهي فرصة اليوم باش غادي نعرفوا وقتاش الشمس كتولي فيها أضرار وممكن أنها تعطي حروق على مستوى الجلد. غادي نتعرفوا على الأعراض الأولى اللي كتبان وشكون هما الناس المعرضين أكثر للإصابة بحروق اللي كتكون ناتجة على أشعة الشمس. اليوم إن شاء الله التساؤلات ديالكم كلها اللي عندها علاقة بالموضوع غادي نجاوب عليها مع الدكتور عبد الله المرتقي اللي هو طبيب أخصائي في الأمراض الجلدية الشعر والأظافر. كيمكن لكم تواصلوا معنا وطرحوا كل تساؤلاتكم على 05 22 46 72 50 51 أو 52. لا تنسوش بإمكانكم أيضا تواصلوا معنا عن طريق الرقم 5080 إلى كتبتوا في أول SMS أو الرسالة اللي غادي نتبعتوا بها كلمة صحة SHA خليتوا فراغ صغير وبعتوا بسؤالكم للرقم 5080. فدكتور عبد الله المرتقي ومعنا على الخط. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا بك. صباح الخير أخت عفاف وشكرا على الاستضافة ورمضان مبارك كريم علينا وعليك إن شاء الله. عواشركم مبروكة وكل عام وانت بألف خير وأنتم كذلك. اليوم دكتور عبد الله المرتقي غادي نتكلموا على الحروق اللي كتكون ناتجة على التعرض المفرط لأشعة الشمس. فموجة ديال الحرارة مختلف المدن والمناطق المغربية كتعرفها، فبزاف ديال الناس ربما داك التحمل ديال البشرة ديالهم أو للجلد بالنسبة للتعرض المفرط لأشعة الشمس كتنتج عليه مضاعفات. فهنا في البداية دكتور مرتقي نبغوا نعرفوا وقتاش الأشعة ديال الشمس كتولي فيها أضرار على البشرة والجلد. إذن خص الإنسان يعرف بأن الأشعة ديال الشمس ستكون خطيرة خاصة ما بين 10 ديال الصباح حتى 4 ديال العشية. هنا فين تتكون فيها واحد الكونسونطراسيون، واحد لأن الأشعة ديال الشمس هي فيها واحد الأمواج، فيها لي في أ والبي وفيها السي، الحمد لله السي ما تتخترقش الأوزون لأنها تتحرق بزاف، وفيها الانفراروج. إذا ما بين هاد العشرة من بين العشرة ديال الصباح حتى 4 ديال العشية تكون واحد هاد لي زي في بي تيكونوا مكونسونطرين بزاف أشعة الشمس، وتيقدروا يكون عندهم واحد العواقب وخيمة على الجلد. خاص الإنسان أولا ثاني يعرف واحد القضية، وهو بأن البشرة ديال الإنسان هي راه عندها واحد الميموار تتعقل. بالنسبة لهاد السنة هاد السيد الصغر ديالو تعرض لواحد مثلا 21 جول ديال أشعة الشمس، العام الماجي من تيجي تيتعرض لواحد 20 جول أخرى، راس الخلية ديال الجلد ما تنساش ال 20 ديال العام اللي فات تولي عنده 40، ومع مرور السنين تتزال هذه الكمية حتى يوصل لواحد لو سوي واحد الكمية ديال أشعة الشمس اللي تبدا يظهر عندها واحد العواقب على الجلد. طيب دكتور عبد الله المرتقي، غير بالنسبه للناس اللي كيكونوا اكثر عرضه هنايا، واش كنتكلموا على الاشخاص المسنين ربما على اطفال النساء الحوامل دائما كتكون عندهم واحد الخصوصيه، فبالنسبه لما كيتعرضوا يعني لاشعه الشمس بشكل مفرط، يعني اللي بدينا بالاطفال مثلا نفس الامر كينطبق عليهم؟ يعني حتى هما مثلا البشره ولا الجلد ديالهم عنده واحد الذاكره، يعني مثلا الوليد الى تعرض لهذا العام بشكل مفرط والعام اللي من بعده كذلك، هنا ربما المضاعفات كتكون بشكل كبير؟ بالفعل تماما. وخص الانسان يعرف ايضا بان الناس دوك الناس اللي عندهم البشره بيضاء هما تتكون عندهم العواقب خطيره، الناس اللي عندهم البشره ذكيه. والانسان ملي تيكون وصل دار واحد المره وصل حتى المرحله انه دار حروق في الجلد خصو يحتاط، لانه تقدر تكون عنده واحد من بعد واحد السن داكشي يقدر الله يستر وتكون واحد الامراض ديال الجلد نقدروا نهضروا عليها من بعد، مثلا كسرطان الجلد، كامراض اخرى ديال الشيخوخه المبكره، كامراض اخرى ديال التجفف. اذا الانسان يجب الاحتياط من اشعه الشمس. نعم، بالنسبة للنساء الحوامل كذلك دكتور عبد الله المرتقي هنايا، ممكن يعني وهذا السؤال كيتطرح، التعرض المفرط لأشعة الشمس يعني من غير على أنه المضاعفات ربما تكون على المرأة البشرة والجلد ديالها، يقدر يوصل حتى الجنين في البطن ديال الأم ديالو؟ بالفعل إذا كانت السيدة تعرضت مثلا لتجفف بزاف وقع عليها تجفف راه يكون عنده تأثير على الجنين. المرأة الحامل خاصها تحتاط هي أيضا كذلك، يجب الاحتياط من أشعة الشمس. نعم، طيب بالنسبة للحروق اللي كتكون ناتجة على التعرض المفرط لأشعة الشمس، غالبا الأعراض الأولى كتكون عبارة عن ماذا؟ الأعراض الأولى تكون عبارة عن حمارة، تبدا الجلد يحمر، تبدا الجلد يحمر، تلقيتو هكذا تيعكرو تيحس ببلاد مؤلم، تلقيتو بحال ما هكذا بيدك، وتتمشي إلى حروق تقدر تكون حتى الدرجة ديال الحروق الدرجة الثالثة، تتنبل اللحام وتتوقع تتحفر بحال حرقك الماء، شديتي الماء طيب خويتي على ذاك الإنسان. إذن الدرجات تختلف من درجة واحد حتى الدرجة ثلاثة ولا أربعة ديال الحروق. إذن كيكون الآلام في الأول؟ بالفعل تيكون آلام، تيحس بواحد الإحمرار، ولا مازال حتى تيبدا يتنفخ داك اللحم، ومن بعد تيبدا يتنبل، ومن بعد تيبدا يتحفر.
نعم، نمشيو هاد المره باش نتكلموا كذلك دكتور عبد الله المرتقي بالنسبه للناس اللي كيكونوا مصابين بداء السكري سواء من النوع الاول او لا النوع الثاني، التعرض المفرط لاشعه الشمس شنو كيعطيهم يعني على مستوى الجلد والبشره؟ الانسان اللي عنده مرض السكري ديجا هو البشره ديالو ما تتكونش كانسان اللي ما عندوش، خاصه الناس اللي عنده السكر ما تيكونش مقاد، يطلع تهبط. اذا هنا هو ايضا كذلك البشره ديالو تتكون عندها واحد الحساسيه مفرطه، خاصه الا كانت عنده ديك البشره بيضاء بزاف. وبالنسبه للحالات الاخرى ديال هاد الامراض السكري، وهو الانسان كاين دابا واحد الناس اللي خاطئين، مثلا تيمشي تحت البحر وتيقول لك راني داير ليكرون ديال الشمس، وتيبقى تحت الشمس. الانسان خصو يعرف بان هذاك ليكرون راه عنده غير واحد المده، ما تيبقاش تيديرو في النهار، تيدير واحد الوقيت تيبقى تحت اشعه الشمس، خصو يجدو، تكون واحد الكميه اللي كافيه، كاين تيدير غير هذاك لومبر سولير ديال الشمس، داك ديال الزيت بحال الزيوت تيغلاو تيدهن بيه وتيبقى باش ياخذ اللون. اذا هذه اخطاء يجب الانسان خصو يكون يعرفها، لا بد من الاحتياط من هذا الواقي ديال الشمس، ليكرون ديال الشمس، الباراسول خصو يكون، الباس ما يكونش داكين، داك الباس الكحل باش ما يجرش الشمس، خصو يكون لون ابيض. نعم، طيب دكتور عبد المرتقي معنا اس ام اس من عند مستمعه كتقول في العمر ديالي 42 عام انا مصابه بداء السكري، كتقول على انه قبل ما كيبانوا عندها الحروق في الجلد ديالها اللي تعرضت للاشعه ديال الشمس كتجيها واحد الكربه ديال العرق، فهي كتسولك دكتور عبد المرتقي بالنسبه للناس المصابين بداء السكري وكيعرقوا بزاف، واش المسام ديالهم كتكون مسدوده وما كيتنفسش الجلد ديالهم نهائيا، الشيء اللي كيعطيها حتى الالام، لان قالت في الليل ما كتقدرش تنعس نهائيا، الشيء اللي كيخليها ضروري كتاخذ دوش ديالها بالماء اللي كيكون بارد، يعني كتضيف فيه واحد الثلج باش كدوش. لا بالنسبه للناس اللي يكونوا عندهم العروق بزاف، هذا هو عندنا واحد الغده في الجسم تسمى لاغلوند اندوكرين، لاغلوند اندوكرين هي وابوكرين، هي الغده اللي تتسكري تدير الافرازات ديال العرق، هذه الغده تتكون تخدم بزاف عند الناس عندهم داء سكري لا ما كانش مقاد. اذا هذا السيد ديال تيطار اللي عنده داء السكري تيبدا يحك في الاول، تيبدا يحك تجي الحكه وتبدا كما شرحت لي سابقا تبدا واحد الحميران في الجلد، ومن بعد تقدر توقع واحد تبدا يتنبل. بالنسبه للعرق تتعرق بزاف مع اشعه الشمس تنظن لا علاقه، يجب تشوف علاش عندها اشعه تتعرق، لانه ممكن تكون السكر عندها ما مقاتش ولا عندها شي وظيفه اخرى ما تدخلش افرازات اخرى. معنا كذلك اس ام اس من عند ام هبه كتسولك، عندها زوج ديال الوليدات وقات عليهم البشره ديالهم سمراء بزاف، فكتسولك دكتور عبد الله المرتقي بالنسبه للون ديال البشره شكون هما الناس اللي كيمتصوا بزاف الاشعه ديال الشمس، واش هما الناس اللي البشره ديالهم صفراء ولا اللي البشره ديالهم بيضاء؟ بالنسبه لشكون دابا المشكل ديال ما يسمى بالفوتوتيب، هو النوع ديال التيب ديال الجلد، تيكون من واحد حتى ربعه. كاين الانسان تلقاه بلق ابيض وعنده عيني خضرين هذاك تيسمى فوتوتيب واحد. هذا هو تكون الاشعه ديال الشمس ديالو خطيره عليه اكثر من، وحنا غادي الانسان وتيسمار في البشره ديالو والشعر ديالو وتنطلعوا في الفوتوتيب. بالنسبه للسؤال ديال السيده، البشره تتمتص بزاف اشعه الشمس، راه هي البشره الداكنه، ولكن اللي تتحرق بزاف هي البشره البيضاء. اذا اشعه الشمس هي خطيره اكثر على الناس اللي عندهم البشره بيضاء بزاف، لان تيديروا الحروق، ولكن هذا ما تيمنعش بان الانسان اللي عنده البشره داكنه يبقى تحت اشعه يقول لا انا ردني هاني، راه حتى هو كما شرنا عليها راه حتى هو تتكون ديك الخليه تتعقل تتشد لي جول وتبقى تتسجل فيهم، ومع مرور السنين تيبداو يظهروا الامراض ديال الجلد. كي تيجي عندنا السيد عنده 50 عام ومن بعد ولا 60 ومن بعد حتى تيبدا يبان لنا تنشوفوا عنده، غير تنشوفوا تتعرف راه تعرض للشمس، تلقى عنده واحد النقاط سوداء في راسه، وتلقى عنده دوك واحد ليطاش كحلين الله يستر كان تيكون داز منه راه دار شي سرطان ديال الجلد، ومن تتسولو تيقول لك راه بالفعل دكتور من الصور ديالي كنت نتعرض لاشعه الشمس، كنت مبلي بالصيد، كنت نصيد، تنبقى تحت هذاك نبقى داير القصبه ونصيد بلا ما نبروتيجي راسي بلا ما. معنا كذلك اس ام اس من عند عبد الهادي كيقول في العمر ديالي 26 سنه عندي المشكل ديال الاكزاما من الصغر ديالي، كيقول لانه شاف بزاف ديال الاطباء ولكن للاسف غير كيوقف العلاج الاكزاما كترجع مره اخرى، فكيسولك دكتور مرتقي واش الاكزاما مع التعرض لاشعه الشمس تقدر تولي حروق؟ بالنسبه كاين بعض الامراض ديال الجلد اللي تنقولوا خصها تتعرض لاشعه الشمس ولكن بنصيده، مثلا كالصدفيه. بالنسبه لهذا السيد اللي قالك عنده الاكزاما، الشمس هي بالاشعه ديالها تدير واحد تتغير واحد الخليه اللي تتكون هي حساسه ديال هي اللي تتشد هذوك لي زاليرجين ديال الاكزيما وداك الشيء تتبدلهم. كاين بعض الحالات اللي تنعرضهم لاشعه الشمس الصناعيه ما تتبرصش من هذا الاكزيما.
بالنسبه الى كانت عنده البشره ديالو ما صحيحهاش مريضه وتتعرض بزاف الأشعة الشمس تقدر تكون عنده الحروق. نعم. اذا يجب تفادي الحروق اشعه الشمس، التعرض لاشعه الشمس بانتظام. اذا ما خصناش نوصلوا ديك المرحله ديال تنتحرقوا وتنوليوا هكذا، راه ماشي مزيان. نعم، غادي نرجعوا دائما وفي حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه، وفي الجزء الثاني خلال الحلقه ديال اليوم على ميد غاديو الاذاعه القريبه منكم دائما. تواصلكم معنا 05 22 46 72 51 او 52، وكذلك ممكن تبعثوا برسائل ديالكم عن طريق الرقم 5080 رقم للتواصل معنا عن طريق رسائل اس ام اس. فمرحبا بكل تساؤلاتكم كنجاوبوا عليها اليوم من خلال برنامجكم صحه وسلامه. فاصل وراجعين فخليكم معنا. رجعنا دائما على ميد غاديو الإذاعة القريبة منكم، وفي الجزء الثاني من حلقة برنامجكم طبعا صحة وسلامة على ميد غاديو الإذاعة القريبة منكم. مرحبا بتواصلكم معنا على الأرقام 05 22 46 72 51 أو 52، ما تنسوش كذلك الرقم 5080، وفي أول أس أم أس كتبوا كلمة صحة SAHA، خليوا فراغ صغير وبعثوا بسؤال ديالكم للرقم 5080. في الجزء الثاني خلال الحلقة ديال اليوم فاحنا غادي نوصلوا اللقاء ديالنا مع الدكتورة نائلة دراعو، طبيبة أخصائية في الأمراض الجلدية الشعر والأظافر. صباح خير دكتورة نائلة. صباح النور عفاف، اهلا وسهلا بك. اليوم الموضوع ديالنا من خلال البرنامج الصحه وسلامه على الحروق اللي كتكون ناتجه على التعرض المفرط لاشعه الشمس. طبعا في البدايه مع الدكتور عبد الله المرتقي شار واحد المساله مهمه، على انه البشره ولا الجلد ديالنا عندها ذاكره، فربما انا كيتطرح سؤال عند بزاف ديال الناس، دكتوره نائلة، هذه الذاكره اللي عند البشره او اللي عند الجلد ديالنا كيفاش كتكون وكيفاش كتخدم، يعني حتى العمل ديالها كيفاش كيكون؟ الوغ البشره ديالنا فعلا عندها ذاكره انها كتعقل على بزاف المسائل دوزو، سيتادير مسائل اللي زوينه واللي ما زويناش، بحيث انه كيكونوا عندنا خلايا اللي كتسبب في الالتهابات ديال الامراض الجلديه، واللي كتخلي مثلا الى تعطينا اعراض في الجلد ديالنا، مثلا الى استعملنا شي حاجه اللي ما وافقتناش ودرنا حساسيه باغ اكزومبل، وكاين خلايا اللي كتعقل على هاد الحساسيات وكتعاود ترجع مره اخرى. الدور ديال الذاكره ديال الجلد ديالنا في مثلا فيما هو حروق عندها علاقه مع الشمس، وانه خصنا نجنبوا بعض الادويه وبعض المسائل اللي كنقدروا نديروا موضعيا واللي كتقدر كتشد لنا الشمس اكثر من القياس، ستادير كتخلينا ان في وجود غير واحد لي غايون خفاف اننا تكون عندنا حروق مهمه. وهنا بحال كيطلع لو سوي ديال 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 تحمل ديال الجلد، وكنشوفوا ان بعض الناس اللي كيوصلوا انهم خاصهم يبقاو في مواضع اللي ما فيهاش نهائيا الشمس، وهذا واحد المرض اللي ولينا كنشوفوه ديغنيغ، واللي هاد الناس فريمون كيتحرموا كاريمون من الضوء. كنشبههم بحال الاطفال اللي كان لي زونفون دو لا لون، اطفال القمر اللي كتكون عندهم واحد المرض اللي هذا كيكون جينيتيك، سيتادير عنده علاقه بالوراثه، كيكون صادر عن الزواج من نفس العائله، وهما اللي كيكون عندهم واحد الخلل اللي هو وراثي واللي كيخليهم انهم ما كيتحملوش نهائيا الاشعه الشمس، وكيكون عندهم سرطانات جلديه في الصغر ديالهم، زائد امراض جلاله في العين زائد، وهاد الوليدات نهائيا ما خصهمش يخرجوا في لا جورني. علاش تسموا باطفال القمر؟ لان كيعيشوا اكثر بالليل، خصهم يلبسوا دي كومبينيزون، كيدوزوا على عينيهم ريغولييرمون اي تو. الوغ كاين واحد المرض اللي حتى هو مكتسب، اللي هو ما عندوش علاقه بالجينيتيك، اللي مكتسب كتولي واحد الحساسيه مفرطه للاشعه البسيطه ديال الشمس. هاد الناس كنشوفهم بزاف في الصيف، كتجيهم حالات على شكل بحال حروق في البشره ديالهم، حكه مفرطه احمرار اللي كيجي في المناطق اللي اكسبوزي لو سولي، دونك مثلا عند المتحجبات كنلقاو الوجه شويه من العنق، وكذلك اليدين ديالهم او الرجلين، كاع المناطق اللي تعرضت للشمس. دونك كتكون واحد لا رياكسيون، واحد التفاعل خطير اللي فيه خلايا ديال الذاكره وديال المناعه اللي كتخدم وكتعطينا هاد لي رياكسيون. وقت ما كان واحد التعرض للشمس كتوقع هاد الحاله اللي من بعد كترجع بواحد الكحوليه اللي كتبع الالتهاب، لان كنعرفوا ان الالتهابات عامه ما كتقدر تعطينا كحوليه من بعد كتسمى لا بيغمونطاسيون بوست انفلاماتوار، وهاد الناس البشره ديالهم مع الوقت ما كتبقاش بيضاء، بالعكس كتزرق وكتكحل، كيولي فيها واحد اللون داكن بزاف اللي كيشكل واحد الالم نفسي وعاد احساسات بالحكه بالحريق بالتسادة. دونك هذا واحد المرض اللي هو مكتسب، اللي هو قبل ما كنقولوا راه بوتيتر ما كاين حتى شي حاجه داغيه، كندير واحد مجموعه ديال التحاليل باش كنقلبوا على امراض داخليه اللي كتقدر تبان بحال هكا، بحال مثلا امراض
مرض روماتيزم بحال مرض الليبوس اللي معروف كيمشيو الناس كي عند الاطباء ديال الامراض الباطنيه وديال الامراض الجلديه وكذلك الامراض الروماتيزميه كيكون عندهم هاد لا رياكسيون مفرطه مع الشمس. كاين امراض اخرى داخليه، امراض فيروسيه، امراض ديال الغدد اللي كتعطي هاد الحاله. ملي كنديروا مجموعه ديال التحاليل كنوصلوا حتى كناخذوا عينه من الجلد وكنحللوها، وفي غياب اي حاجه هاد الناس كنصحوهم انهم ما يبقاوش يتعرضوا للشمس، وانهم يعززوا الحمايه ديالهم ضد الاشعه الشمس بايكرون لي واقي اللي خصو يتعاود بالطريقه اللي خصها يدار باش يعطينا الحمايه، كذلك بملابس دونك منها لي شابو لي لونيت، كنديروا صباعات في اليدين، كنعطيو بعض الادويه اللي كتكال داخليا، كنلجؤوا بعض المرات لواحد الدواء اللي كيتعطى في الامراض الروماتيزميه وتا هو كيشكل عنده واحد الدور مزيان انه كيدير واحد الحمايه داخليه من الشمس. من بعد ما كنديروا التحاليل كنعطيو دونك هذه حاله مرضيه للتفاعل مع اشعه الشمس في غياب اشعه اللي هي غتحرق، ماشي بحال اللي تعرض للشمس بواحد الطريقه مفرطه وهو الجلد ديالو عادي. نمشيو في مكالمة معنا فتيحة على الخط من سلا ناخذ السؤال ديالها. صباح الخير فتيحة. فتيحة صباح الخير. صباح الخير، كي دايره اختي؟ بخير. اهلا وسهلا بك، مرحبا. اهلا وسهلا بك فتيحة، شكركم بزاف على هذا البرنامج، رجعتكم بخير. مرحبا بك. الله يعطيك الصحة. باغي نسول الدكتورة، عندي شي سميتو هاد اليامات كيحرقني وجهي بزاف، الصباح كيكون لي احمر وكنبقى كيبقي يكوني لدرجه انني ملي كنبدا نحك كنحس بالجلده ديالي صافي ما تقدرش باقي تتحمل. هي وتحت سميتو العنق ديالي، وفي العشيه ديك الحموريه كترجع لي بالزرقيه، كيولي لي وجهي زراق. وهذا الشيء من امتى بان فيك؟ وهاد اليومين هادي يعني لواحد الدرجه ما كنعش كاع، عرفتي كيحرقني بزاف. كيحرقك بزاف وي. ما كنعقلش حتى كنحط يدي عليه. وكتستعملي شي ادويه في الوجه ديالك؟ لا ما كنستعملش دابا، شي سيمانه هذه باش دوزت عند طبيب اختصاصي ديال الجلد. تري بيان. ايوا ايوا وصافي قال لي راه يمكن عندك الحساسيه ديال الجلد وعندك صافي هذا الشيء اللي قالت لي. وحسيتي بتحسن؟ حسيتي بتحسن ملي استعملتي الادويه؟ لا دكتوره ما حسيت، لا اختي ما حسيت بوالو. هاد اليومين كاع بزاف. وانت البشره ديالك النوع ديالها حمراء وفيها شويه القشره وناشفه؟ شويه ناشفه، البشره ديالي ناشفه، ولكن هاد اليامات كترجع ليا قلت الصباح كتكون لي حمراء وفي العشيه كترجع ليا زرقاء. ما كنقدرش كاع نشوف باقي في المرايه، عرفتي وصافي كاع. هي مساله طبيعيه. فتيحه شحال في العمر ديالك؟ عندي دابا 32. 32 سنه. ما حاملاش؟ ما كتاخذيش حبوب منع الحمل؟ لا ما كناخذ حتى شي حاجه، وتا دوك الكريمات ولا شي حاجه الوجه، لانني ما كندير حتى شي حاجه الا ليكرو صافي. ايوا واخا فتيحه نجاوب على السؤال ديالك وشكرا لك توصلتي معنا من سلا. فتيحه في هذه المساله فعلا دكتور نائله، بزاف ديال الناس اللي كتكون هكذا البشره ديالهم ومع تعرض ربما لاشعه الشمس، فملي كيشوفوا داك الاحمرار رجع مثلا للزرقيه والكحوليه، الانسان حتى المرايه ما كيقدرش يشوف فيها. فعلا فعلا. الوغ بالنسبه لفتيحه تقدر تكون عندها حاله اللي هي حاده، يعني جاها اليوم هذا المشكل ديال الاحمرار وزائد حكه وكتهبط لها حتى العنق ديالها، دونك كاين بزاف الاحتمالات. يقدر يكون عندها حساسيه ناتجه على شي برودوي استعملته، مي ابارامون ما كتستعمل حتى شي حاجه. يقدر يكون البرودوي ماشي تستعمل غير موضعيا على شكل كريمات او خلطات، وهنا كننبهوا الناس على بعض الخلطات اللي كتكون واخا طبيعيه مي ما كتصلحش لبعض الانواع البشر اللي كتكون جد حساسه. واخا هذه الخلطات زوينه ومزيانه وكنسمعوها مثلا في الراديو ولا كندا، مي في بعض الناس ما كتصلحش لهم هذا النوع ديال الخلطات لان بشرتهم حساسه. وكاين النوع اللي تكلمنا عليه بزاف ولا لاحظنا ولا حاضر بزاف في الاسئله ديال المستمعين ديالنا، هو النوع ديال البشره الحساسه اللي ما كتبقى تستعمل حتى شي حاجه واللي ما كنعرفوش كيفاش نتعاملوا معها، كتحمر كتقشر كتزرق من بعد كترجع بالكحوله، كيحس الانسان بانه ما مرتاحش في البشره ديالو. دونك عند فتيحه نحيدوا التسكي موضعي. من بعد المرات كاينين كيوقعوا اكزيما، دونك اكزيما داخليه، سيتادير كناكل شي دواء اللي ما كنتحملوش، وكنعرفوا بان وان شاء الله يكون هذا موضوع ديال حلقه من الحلقات ديالنا ديال ان الادويه يمكن ليها تعطينا بزاف تاع الاعراض الجانبيه جلديه، والاعراض الجانبيه الجلديه ما كاينش غير واحد، كاين اللي يقدر تكون على شكل توردات، على شكل حكه، على شكل انتفاخ، على شكل ظهور فقاعات عامره بالماء. كاين ناس اللي الدواء كيعطيهم اكزيما، يعني فاش كنشوفوا كيبان لنا ان الوجه ديالهم احمر كيتحك
فيه نبيبلات صغيورين، بعض المرات ما كيكونوش نبيبلات، كيكون ناشف وكيجينا في يدينا دوك في المناطق اللي متعرضه للشمس. دوك هذاك الدواء تفاعل مع الاشعه الشمس وعطانا اكزيما في مناطق معرضه للشمس. وهنا صعيب باش كنعرفوا السبب، بعض المرات اللي ما سولناش وحققنا وشفنا الانسان اش كياخذ، وهذا الشيء كيقدر ماشي ظهر سيمانه ولا جوج من بعد ما بدا يستعمل الدواء، يقدر بعد شهور 3 شهور 4 شهور، بعض المرات عام كيكون واحد الدواء اللي خداه شحال هذه بقى كياخذوا ما شكش فيه هو اللي عطى هذه الحاله. دونك كذلك فاتحه نشوفوا الادويه اللي كتستعمل، الا كانت غير حساسيه بار ديال تصبر واحد شويه لان عاد بدات كتستعمل الادويه باش غتبرد على الوجه ديالها. الا كانت اكزيما باغ اكزومبل، هنا غادي نشوفوا كاين ادويه ديال الاكزيما، من الاحسن انها ترجع عند الطبيب المتخصص اللي شافت في الكونتخون ديالها ويعاود يعزز الدواء اللي عطاها بادواء اللي غيكون مناسبه. واخا نمشيو هاد المره من بعد فاتحه من سلام، معنا زهور على الخط من مدينه اكادير. اهلا بك زهور. مساء الخير اختي، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. علينا وعليك زهور، مرحبا. بارك الله فيك اختي. بغيت نسول الدكتور، عندي الولد ديالي في سوق الطاكسي واحد اليد ديالو دائما كتعرض للشمس، دابا ولات كحله كاع فهمتي كيفاش، واش الدكتوره واش يدير شي بوماده ولا كيفاش. واخا زهور نجاوب على السؤال ديالك، وفعلا هو مشكل عند تقريبا كل شي ناس، السائقين ديال الطاكسيات وتحيه لهم طبيعه الحال، فمع ديك الارتفاع ديال درجات الحراره واليد ديالو دائما كتكون مقابله للجهه اللي فيها الاشعه ديال الشمس دكتوره نائله، فاللون ديالها كيتبدل. كيتبدل اللون كيسمى. دونك اللي بالنسبه لهذا السيد اللي يمكن له يدير هو يدير ايكرون ديال الشمس اللي مناسب للبشره ديال الرجال. كنعرفوا ان كاين بزاف ديال الانواع ديال لي زيكرون، منهم اللي انفيزيبل، منهم اللي تانتي، منهم اللي فلويد يعني فاسيل كيتداروا بلا ما كيحتاجوا منه واحد المساج كبير، وكيقدروا يبقاو اكثر من ساعتين يعني بعد المرات 4 سوايع 6 سوايع. هذا الشيء الا ما تعرضناش للماء، ما غسلناش، ما مسحناش بشي سيرفيات. دونك بالنسبه للسائق تاع الطاكسي لان هذا هو الحل بالنسبه ليه، يحاول الا ما بغاش تبرونزي بس الكمايم وسورتو شي لون، هادشي لا قدر حيت في الصهد كيجي صعيب اننا نكوفغيو بزاف بحكم الحراره، مي احسن واقي لليدين هو اللباس، ومن الاحسن اللباس اللي كيكون ثقيل سيتادير بحال لو جين بحال توب اللي كيكون لو تيساج ديالو النسيج ديالو غليظ شويه وايبي باش يحمينا من اشعه الشمس. كاين واحد الخطا الناس كيصحابوا الى لبسوا الالوان الداكنه وحسوا بالسخونيه راه ما محيمينش من الشمس، الوغ كو سي العكس، ملي كنلبس حل باغ اكزومبل او للزرق او للكري اللي داكن هذاك حمايه اكثر، كنحس بلا شالور لان الاشعه الشمس كتفاعل وكتعطينا احساس بالسخونيه يعني ما كتسربش لينا فوالا ما كتدخلش. الوغ كو ملي كنلبس الوان فاتحه واخا تكون بالكمايم او لا طويله الاشعه الشمس كتدخل اترافيغ هاد لا تيسيو، قد ما كان النسيج خفيف ولا اللون فاتح قد ما كيكون تعرض للشمس اكثر. وكاين واحد الموضه دابا دكتوره نائله كنشوف عند النساء بزاف اللي يعني هكا كيسوقوا الطوموبيل كتلقاو ديك القفازات اللي هما كيلبسوهم، كتنصحي بهم دكتور نائله واش كيحميو ولا لا؟ كيحميو الا كانوا ملونين، انا كنشوفهم مالوغوزمون بيضين دونك غالبا كيكونوا بيضين، الا كانوا بلوتو اونغري ولا اونوار غادي يكونوا احسن، حيت كاين دي جون كيف ما شرنا كيتاثروا بالشمس بزاف، كاين اللي نساء اللي حتى التلوين تاع يديهم كتلقاها اللون ديالها ابيض في كل شيء، ويديها غير كيبدا الشمس كتكحل بواحد الصوره كبيره ماشي متزانسه مع اللون ديال البشره ديالها. دونك هنا يمكن ليها دير لان احسن حمايه هو اللباس. عاود الناس اللي ما كيستحملوش الشمس او لا كيديروا دي زيكزيما مع الشمس او لا، دونك مزيان انهم يديروا هذه القفازات. دكتورنا الى الاعراض ديال الحروق اللي كتكون ناتجه على التعرض المفرط لاشعه الشمس كتكون عباره عن ماذا؟ من غير الاحمرار ربما الالم اللي كيكون كنشوفوه بزاف عند الناس خصوصا من بعد البحر. فمن بعد هذه الاعراض الاولى اللي كتبان شنو هي الاعراض الاخرى اللي كتجي؟ بالنسبه للاعراض ديال الحروق راه يمكن ليها تمشي من حرقه في درجه الاولى الى حرقه في الدرجه الثانيه عامقه على حسب اللون تاع البشره، على حسب التعرض ديالنا للشمس وكيفاش تعرضنا، واش كنا كنستعملوا ادويه ولا كنستعملوا طلاق باش من اجل اننا نتبرونزاو. دونك هذو هي المعايير اللي كتحدد نوعيه الحروق الجلديه. كيف ما شرتي يقدر يكون عباره عن احمرار، بالنسبه للبشر اللي كتكون مثلا سمراء اللي عندها ماده لاميلانين ما كتحرقش بحال البشر البيضاء، لذلك كنعرفوا ان بشره بيضاء الناس اللي عندهم النمش في الوجه ديالهم اللي عندهم كنسميو لي
فان كاروت سيتادير لي يسون غو الشعر ديالهم كيكون حمار ايتو. هاد الناس ما كيستحملوش الشمس نهائيا. اللي عندهم الخلات بزاف في الجسم ديالهم واللون ديالهم بيض وعينيهم كليغ لا ميم شوز ما كيستحملوش الشمس. كنا مثلا في شي منطقه عاليه بحال الجبال دوك كنشوفوا سورتو في الوقيته ديال لا نيج في الثلج كنا في وسط الماء بحال لا بيسين اولا البحر فوق الرمل دونك هادو كلهم واحد المعايير اللي كتخلي الشمس كتاثر فينا بطريقه اكثر. كذلك في ديك الوقيته اللي كتكون فيها الشمس كثيره سيتادير ما بين 12 و 4 كيتسمى لو زينيت دونك هنا الى نحاولوا نجنبوا هاد الاوقات ولا هاد المناطق بالنسبه للناس دونك كلكا اللي بيض يقدر يوصل انه يوليو فيه النبيلات كاريمون تنبال. من بعد الناس اللي كيكونوا بيضين وعندهم لي بوان دغوسور مع التعرض ديالهم للشمس كيكثر فيهم النمش في الجسم ديالهم كيوليو فيهم دي طاش اللي هما مارون اللي خصهم واحد التقنيات اخرى باش انها تزول. ومن بعد افيك لاج وقد ما بقينا كنافونسيو وكيولي بحال كتولي واحد لافي كومولي يعني حاجه فوق حاجه فوق حاجه كتخلينا اننا كنفرطوا في هذيك الحمايه اصلا اللي كانت سدت الشمس اللي تزادينا بها وكيبقاو غير الاعراض الجانبيه منها الشيخوخه المبكره للجلد منها حدوث جلاله في العين دونك لا كاتاراكت اللي ناتجه على الشمس وكتجي عند الناس اللي صغار منها ظهور امراض كذلك سرطانيه للجلد عند الناس اللي بيضين بزاف دونك يكونوا بزاف العواقب اللي صعيب يعني العلاجات ديالها كتولي بتقنيات جديده اما جراحه اما لازر اما تقشير ولان الوقايه دائما هي خير من العلاج. غادي نرجعوا ان شاء الله ونعطيو المستمعين الكرام مجموعه من النصائح اللي هي مهمه بزاف. وحنا طبعا ان شاء الله من بعد شهر رمضان الكريم فبزاف ديال الاسر المغربيه مبرمجين العطله الصيفيه وربما البحر كيكون هو الوجهه عند بزاف ديال الناس. غادي نرجعوا ان شاء الله ونصائح معك دكتوره نائله غادي نعطيوها للمستمعين الكرام من خلال برنامج صحه وسلامه على مد غاديو الاذاعه القريبه منكم. فاصل وراجعين. ورجعنا على مد غاديو دائما الاذاعه القريبه منكم. مرحبا بتواصلكم معنا عن طريق الرقم 5080 كتبوا كلمه صحه في اول اس ام اس اللي غادي تبعثوا به وخليوا فراغ صغير وبعثوا السؤال ديالكم للرقم 5080. دكتوره نائله معنا اس ام اس من عند شيماء كتقول في العمر ديالي 24 سنه انا حامله دابا في 5 شهور كتسولك دكتوره نائله على انه في الفتره ديال الحمل دابا وهي ما عرفاتش واش الشمس هي اللي عطات هذا المشكل او لا قالت على انه العنق ديالها كله ولا يعني ماشي في اللون ديالو نهائيا كحل ليها العنق ديالها ودابا ديك الكحوله بدات كطلع حتى الحناك ديالها فكتسولك واش هي مساله طبيعيه يعني الحمل هو اللي دارها او لا التعرض للاشعه ديال الشمس. الوغ الحمل بعدا هو اللي دارها. كنعرفوا ان لي فام فاش كيحملوا كيكونوا عندهم هرمونات نسائيه اللي كتعطينا الكلف اللي معروف وهذا الكلف يقدر يكون في الوجه في العنق في الدوره ديال الثديين بعض المرات في اليدين في الظهر في واحد الخط اللي كيكون عندنا في وسط الكرش من الفوق حتى لتحت دونك هادو كلهم مناطق وبعض المرات بين الفقيدين مناطق اللي معرضه انها كتكحل بحكم الافرازات الهرمونيه. هاد الكحوليه اللي كتوقع عندها علاقه حتى بلو سيكس تاع لو بيبي دونك كنشوفوا غالبا كيكحلوا فاش يكون عندهم وليدات اكثر من البنيوتات عندها علاقه بالنوعيه تاع البشره وهنا كاين عامل تاع الوراثه دونك اش من واش البشره ملي كتكون داكنه كتعرض للطاش والكلف اكثر من البشره اللي كتكون فاتحه. عندها علاقه بالنوعيه البشره من ناحيه واش ناشفه ولا لا. الناس اللي عندهم بشره ناشفه كيتعرضوا اكثر خصهم حمايه اكثر تغذيه البشره زائد اكرون اللي كيكون عنده ان بون انديس دو بروتيكسيون. عندها علاقه بهي واش كتعرض فعلا للشمس دونك كنعرفوا ان من الاحسن النساء ما يتعرضوش الشمس فترة الحمل باش ما يكحلوش بزاف ويبقى فيهم الكلف مدة طويلة. عاد كيفاش كتعامل مع البشرة ديالها بحال دابا في الوجه انها تحاول تجنب انها دير لاسيغ الا كانت كتزول الشعر مثلا كل اسبوع دير في بلاصتو مثلا الخيط والنهار اللي غدير الخيط من الاحسن في الليل وتبرد وجهها بزاف وتعمل دي كريم اللي ضد الاحمرار وضد الالتهاب. تحاول ما تبقاش تحك لان الحكان كيزيد يكثر الاصابة وكذلك كيبقى لنا داك الكلف متمادي حتى من بعد ما ان المرأة كتولد. وعاد هذيك الكحوليه كنشوفوا بزاف النساء اللي اون فوا كتولد كتبغيها تزول دونك ماشي بحال هكا دونك كتمشي بشويه 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 حتى كتحيد من الجسم ديالنا ملي كيهبطوا حتى الهرمونات في الدم. دونك بالنسبه ليها فعلا دير وقايه ضد الشمس والكلف راه عادي 5 شهور في الحماله. نعم معنا اسماس كذلك هذه المره من عند ام سمير كتقول لك عندها زوج ديال الوليدات هما توام عندها واحد البشره ديالو بيضاء وواحد البشره ديالو سمراء فكتسولك دكتور نائله في السن ديال 9 سنين واش ممكن دير ليهم ليكرون ديالها هي
اللي كتستعمل هي ديروا للوليدات باش يحميهم من الاشعه ديال الشمس. بالنسبه لتسع سنين مثلا الاطفال مثلا البشره ديالهم من الاحسن اننا نديروا غير لي زيكرون اللي كيكونوا ماشي كيماويين اللي كيكونوا مينيرو كنسميهم معدنيين، لان مازال صغار مازال ما تطوروش من ناحيه الاداه ديالهم ضد محاربه الحساسيه، مازال يقدروا يديروا حساسيه لبعض الادويه، لان كنعرفوا لي زيكرون مثلا ديال البشره ديال بالغ وعندها اون بوماتور يقدر يكونوا فيه مواد ضد التجاعيد ولا يكونوا فيه مواد ضد ليطاج. من الاحسن في هذا السن نعطيوه ليكرون ديال الاطفال، ودابا موجودين في السوق في بزاف ديال لي مارك وكتكون مزيوده فيهم انفون ولا كيدز ولا اطفال جونيور ايتو معروفين. تقدر تستشر اي صيدليه او باغا فارماسي وتاخذ ليكرون اللي مهم ديال الاطفال. خديجه كتقول في العمر ديالي 22 عام من 16 عام وانا عندي المشكل ديال حب الشباب كان عالج عليه ولكن بدون نتيجه. بغيت نعرف بالنسبه للبحر، بزاف ديال الناس نصحوني انه الملوحه ديال البحر والتعرض للشمس كيكون مزيان خصوصا في شهر 8. اللي خصها تعرف اولا حب الشباب ضروري تلقى ليه حل، لان الحمد لله دابا تطوروا الادويه بزاف والموضوع ديال حب الشباب خصو يكون ليه الحل. كاين ادويه بتاتخ ما استعملاتش الادويه كلهم، كانت كداوي غير بطريقه موضعيه، تعاود تستشر طبيب وتشوف الحاله ديالها واش عندها حب شباب هرموني ولا عندها حب شباب اللي كيحتاج دواء اللي كينشف الفم. دونك من الاحسن ما تفقدش الامل بالنسبه لحب الشباب وباقا صغيره، لان 22 عام مازال يبقى معاها حتى 35 عام دي فوا 36 عام، لان الحبوب ما عندوش غير واحد السن خصو يظهر فيه واحد السن غيمشي فيه، وكاين حب الشباب اللي كيظهر من بعد كيكون معطل من بعد 35 عام. بالنسبه للبحر شنو هو الدور ديال الشمس؟ الشمس في حب الشباب عندها واحد الدور زوين في الاول، اللي فيهم الحبوب اللي كيبداو يتعرضوا لاشعه الشمس وكيتلون البشره ديالهم كيلاحظوا ان الحبوب غبر ما بقاش كيبان. علاش؟ لان لابو كتغلط دوك كتولي ايبيس ما كتبقاش رقيقه وكتطلع وكتخبي لينا هذوك الحبيبات وكتعطينا واحد تحسن اللي هو جوست لفتره، اون فوا كيمشي البرونزاج وكنرجعوا من العطله كتجينا واحد النوبه حاده ديال الحبوب، كلشي داكشي كيخرج على السطح وكيترطق وكيكثر. لذلك غالبا ما كنكونوا كنتسناو في لوموا ديال سبتمبر كيجيو الناس لي جون بزاف بهذيك لا بوسي صعيبه ديال حب الشباب من بعد ما تعرضوا للشمس. دونك خاصها ديال لا بروتيكسيون الملوحه باش انها تداوي. دونك هذا عنده علاقه بفات بليفي اللي هو موجب ديال الشمس اكثر ما هو عنده علاقه بالماء ديال البحر. نعم، معنا كذلك اس ام اس دكتوره نائله من عند حمزه كيسولك، قال على انه من بعد ما كيعوم في البحر وكيتعرض للاشعه ديال الشمس كيبقى على الاقل مده ديال 3 ايام ما كيشوفش النعاس نهائيا، قال على انه خصوصا على مستوى الكتاف ديالو والظهر، فقال كيحس فعلا كانه تحرق. فكيسولك دكتوره نائله واش من الاسعافات الاوليه يقدر يستعمل ديك البوماده ديال الحرق العاديه اللي كنعرفوها الا تحرقنا مثلا حتى بالعافيه، واش هي نفسها يقدر يستعملها كاسعافات اوليه؟ قال انه مده ديال 3 ايام وهما كيستمروا في هذه الاعراض. ديجا ما خصوش يتعرض للشمس بهذه الطريقه الناس اللي عندهم هكا حساسيه، لانه كيتكلم دابا على حرق من الدرجه الاولى هو اللي كيكون احمرار والام. وكنعرفوا ان من الامراض المؤلمه اللي كاينه في الامراض الجلديه كاين الحروق، الحرق كيعطيو الام فظيعه، واخا يكون فريمون جزء صغير محروق وحرقه غير من الدرجه الاولى كنحسوا بواحد الالم صعيب بزاف. دونك لو فيت انه كيبقى 3 ايام دابا ومازال صغير ما عندوش امراض، وتخيل معايا يكون عنده امراض اخرى، عنده سكر، عنده ضعف مناعه، عنده دونك تقدر هادشي يطلع ليه درجه الحراره، تعطيه نوبه في راس ديالو. دونك من الاحسن انه يتعرض للشمس في الاول غير بشويه. الناس اللي ما يوصلوش للحروق خصهم ياخذوا مثلا ربع ساعه النهار الاول، وهنا غندخلوا في النصائح اللي تكلمنا عليها. اكزاكتومون ربع ساعه في النهار الاول، عاود نزيد واحد ثلث ساعه النهار الثاني، عاود نزيد ماشي النهار كله كنسى راسي في الشمس وكنبقى او ميم طون كنلعب وكنعوم بدون اي واقي. الحوايج حتى هما واقي اللي هو مهم جدا تكلمنا على الدور ديالهم. مالوغوزمون في المغرب مازال ما وصلوناش للحوايج اللي كتكون فيهم الحمايه، حيت كاينين بزاف الملابس اللي فيها اصلا حمايه داخله في النوع النسيج باش مخدومين. دونك مي حوايج كيف ما شرنا عاديين نقدروا نستعملوا لون داكن، تخشى تحت الباراسول، ايكرون كاينين دابا لي زيكرون اللي مديورين للجسم ساهلين في الاستعمال ديالهم، ماشي كيصغيور وغيسالي في ساعه. دونك يقدر يدي ليا مثلا فصل الصيف كله. فعلا نرجعوا للكريم اللي تكلم عليها اللي هي معروفه وهي اللي كدار في الاسعافات الاوليه مزيانه، ما نديرش مطيشه من الفوق ولا ندير الثلج نبرد
الجلد بزاف نقدر حيت كنعرفوا ان ميم البروده بزاف او الثلج بزاف كيحرق الجلد كيحرقوا اوترومون ماشي بالسخونه بعامل البروده المفرطه اللي هي كتاثر على العرق من الداخل اي وسورتو بشويه بشويه في التعرض للشمس. نعم شكرا لك الف شكر دكتوره نائله درعو طبيبه اخصائيه في الامراض الجلديه الشعر والاظافر على كل النصائح اللي عرفناها معك اليوم وعشرك مبروك مره اخرى كل عام وانت بألف خير ان شاء الله. شكرا. احنا وصلنا لنهايه حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه فتسنوا ان شاء الله موعد جديد مع موضوع جديد دائما كيهم الصحه والسلامه ديالكم في الحلقه ديال غدا. بقيت اوقات طيبه وممتعه قضيوها رفقه برامج الاذاعه القريبه منكم هاد غاديو. الى اللقاء.